scientists have decided 15 pounds of rock that landed in Morocco during a meteor shower last summer came from Mars. ويعتقد علماء أن جسماً ارتطم بالمريخ وأحدث انفجارا تطايرت بفعله أحجار وصخور. سمعوا شافوا الضوء ديالها والزهير ديالها بس زرناده وني وتنفجر. المغرب عنده واحد ثروة كبيرة من ناحية النيازك، كاين النيازك اللي هي تتجمع في المغرب وكاين النيازك اللي سقطت في المغرب. أموت إذا ذكرتك ثم أحيا وكان أحيا عليك وكان أموت سري فما أنا في ذا الشرار